من جديد مرحبا بكم مشاهدينا، متواصلين معكم من داخل مدينة الهدى الإصلاحية بأندرمان، سجن الهدى. يعني كتار اللي يقول لهم سجن الهدى تبعد ده ممكن يعرف إنه نحن داخل هذه المؤسسة الإصلاحية. نموذج آخر من نماذج ضحايا الشيطان هم كتار طبعا، وفي لسه خارج الأسوار هم ضحايا للشيطان، وديل القلة الداخل سور مدينة الهدى الإصلاحية. نموذج ضحايا الشيطان اللي خلينا نقول صراحة إنه لعبه الشيطان لحد ما جابوا لمدينة الهدى الإصلاحية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ نحمد الله. تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عايزين ندردش شوية في إنه أنت بقيت ضحية من ضحايا الشيطان، أغواك الشيطان وسوى لك كثير من الحاجات الجميلة السمحة، يعني في انه انت عايز تغير حياتك، عايز تستفيد، عايز تغنى في لحظة من اللحظات. قول لنا انت كيف بقيت ضحية للشيطان بداية، يعني والجريمة هي كانت شنو اللي خلاك الشيطان انك ترتكب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد ومن ولاه بإحسان إلى يوم الدين. بدءا بالرحب بقناة طيبة الفضائية لزيارتهم لنا بمدينة الهدى الإصلاحية، وأقول إنه الشيطان كان شاطر في إنه يعني يوسوس لك في كيفية تكوين الأسرة من حيث المال، والظروف حقيقة كان ظروف اقتصادية، و الواحد ما كان عارف انه غدره حيمشي والسجن يعني. وتعاملنا مع مجموعة من داخل المؤسسة النظامية في كسب المال عن طريق غير مشروع، وحصل ما حصل الى اكتشف الحال ووصلنا الى ما نحن اليه الان في مدينة الهدى الإصلاحية منذ عام 2010 في مبلغ 155,000 يبقى لحين السداد. طيب يعني برضو قل لنا كيف هي المسألة دي تمت؟ هي اختلاس في تزوير في أوراق رسمية، ولا هي قروش نقدا انتوا اتحصلتوا على بطريقة غير مشروعة زي ما انت قلت، ولا كيف هي التفاصيل الملابسات؟ والله بصراحة هي كانت يعني تزوير في بعض الأوراق المتعلقة بالعمل، وتم تزوير بعض المستندات وأخذت دورة المستندية وحتى تم إصدار الشيك وتم صرف المبلغ، وهي يعني عدة حالات تم صرفها، وكانت كل هذه الحالات التي تم تصرفها كانت يعني بطريقة غير مشروعة، ولكن للأسف الشديد يعني رغم أن هي كانت غير مشروعة لكن أخذت دورتها المستندية داخل المؤسسة إحدى المؤسسات النظامية. أنتوا عدد من المشاركين؟ نعم، يعني داخل يعني مجموعة ما يغارب 17. تمت العملية بتخطيط بتدبير بتحديد تفاصيل ولا هي؟ والله يا أخي هي العملية يعني تمت يعني بتخطيط وتدبير يعني من هم أكف مننا في هذا المجال، ولكن في النهاية يعني دائما عبدا الشيء الغير مشروع ما بتستمر. لعبكم الشيطان لعب شديد جدا جدا، وانتو لعبكم وانتو واحرز فيكم هدف. والله يا اخي مش احرز فينا اهداف. نعم. طيب يعني كيف وقعتوا انتو يعني
خلينا نقول بصراحة، كيف انتوا وقعتوا او الجريمة دي اكتشفوها كيف؟ والله يا اخي الجريمة دي اكتشفت عن طريق الصدفة، يعني حتى ما كانت يعني اصلا ما كان في يعني ما كان في متابعة، ما كان في تحقيق، كان عن طريق الصدفة وعن طريق ونسة. وانا افتكر انه ده يعني شيء يعلم الله سبحانه وتعالى، يعني دائما ابدا انه الشيء الحق لابد انه يسخر، يعني حتى يعني ولو بعد حين يعني. وده اقتنعت به متين؟ والله انا اقتنعت به بعد ما دخلت السجن، وانه الحق لابد انه يسخر، وانه الانسان مهما كان يعني ما يسلم عمره للشيطان، يحاول بقدر الامكان انه يرضي بما قسم الله له. انت ما رضيت بالقسم لك ربنا، وعايز تغنى، عايز يكون عندك وضع في الأسرة، في الحلة، في المنطقة، وتبعت الشيطان والمجموعة اللي معاك يعني أصحاب السوء. الواحد طبعا كان يعني عايش في غفلة، يعني أنا أفتكر أنه برضو الواحد جاء للمدينة، مدينة الهدى الإصلاحية، يعني ربنا أراد أنه جاء هنا، وكويس أنه الواحد بقى يعني صحي مساره، وعرفنا أنه هنا يعني في ضحايا يعني كتار، يعني والشيطان كان لعب دور كبير جدا جدا انه يصلوا هنا. وبسبب الشيطان يعني الواحد فقد اسره، فقد اولاده، فقد حاجات كثيره جدا جدا يعني. ونتمنى انه يعني اي شخص يعني هو في الحياه يحاول بقدر الامكان يعني يرضى بما قسم الله له من قوت العيش. انت براك ولا في المجموعه اللي معاك كلهم تم القبض عليهم؟ والله يا اخي كل المجموعه تم القبض عليهم، فيهم من دفع أو ما عليه من مبالغ، فيهم من الآن هو موجود داخل أسوار السجن ليبقى لحين السداد. عين برضو خلينا يعني نتعرف على مدى إحساسك بالندم اللحظة ما نطلب بالحكم وانت جاي على مدينة الهدى، يعني إحساس الندم كان كيف عندك؟ والله يا أخي إحساس الندم كان إحساس يعني صراحة لا يوصف، لأنه كان انت في لحظة يعني كنت عايش في نعيم بين اولادك وبين اسرتك، وفي لحظة حتفقدهم، وفعلا ده الشيء فقدناه، يعني انه واحد يعني كان بين اسرته وبين اولاده بيلاقوهم بالصباح بالمساء، لكن يعني شيء مؤلم شيء جدا جدا انك تكون بعيد من امك، تكون بعيد من اخوانك، و مرة حاجة انك يعني اولادك بيشوفهم بين يعني امام عينيك، وانت فجأة تقوم تفقدهم وتكون داخل اسوار السجن. الفترة اللي انت هسه قضيتها في، انت من 2010 في نعم السجن، نعم، محكوم بكم سنة؟ انا اصلا يعني لحين السداد انا اصلا كنت محكوم 7 سنوات، تم استئناف القضية بعد ان ثبتت ان المستندات اخذت دورات المستنديه، تم القاء الحكم ل7 سنوات، ولكن الزموني بانه ادفع مبلغ 155 الف جنيه من المبلغ المختلص لصالح البلاغ، والان يعني انا قاعد اللي هي في مبلغ 155 الف يبقى لحين السداد، أو كما يقال هنا داخل هذا السجن يبقى لحين الممات. لحين الممات. الممات. طيب في المدينة يعني زي ما أنت قلت جيت ولقيت كثير من الاتجاهات اللي أنت ممكن تغير فيها وجهة نظرك في تفاصيل كثيرة كانت خارج الأسوار. أحكي لنا مجرد ما دخولك المدينة، وفي أي البرامج أنت لقيت نفسك؟ هي برامج كثيرة معدة داخل سجن الهدى، برامج إصلاحية، برامج تقويمية، برامج يعني بتخلي الإنسان يقدر يعوض ما فاته يعني في الفترة. والله يا أخي أنا في الحقيقة أنا مجرد ما خشيت هذه المدينة، وأنا يعني عبركم حقيقة يعني بشيت بإدارة مدينة الهدى الإصلاحية، هذه الإدارة الرائدة والرشيدة، والتي يعني يعطي كل نزيل ذو حقه. وأنا حقيقة وجدت نفسي في الرياضة، وبحمد الله يعني كنت أحد مؤسسي الاتحاد المحلي لكرة القدم بهذه المدينة،
وبالحمد لله يعني تم إنشاء اتحاد محلي لكرة القدم، وكنا بدينا بعدد 8 أندية والآن صار العدد 13 نادي، والحمد لله عملنا دورات كثيرة ومنها بطولة الدورة التنشيطية وبطولة الدوري العام. كنت بتمارس الرياضة قبل ما تدخل المدينة؟ نعم، أنا كنت بمارس الرياضة قبل ما أدخل السجن، كنت لاعب اتحاد ود مدني، ومن ثم تدرجت في الشق الإداري، وكنت أحد رئيس الأندية بولاية الخرطوم، ما في داعي لذكر اسم النادي، والحمد لله يعني حتى كنت عضو في إحدى الاتحادات الرياضية بولاية الخرطوم. كيف التواصل مع الأسرة؟ والله يا أخي الحمد لله التواصل مع الأسرة يعني تواصل مستمر، وفي زيارات بيجوا عليك هنا؟ نعم، في زيارات، في زيارات أسبوعيا، ده بالنسبة للأولاد. أما بالنسبة للوالدة لأن هي بعيدة خارج الولاية بتأتي يعني كل شهر أو شهرين. ما بتحس إنهم متأثرين لما يشوفوك أنت في السجن؟ والله أكيد طبعا، يعني أنا هسه يعني واحدة من الإشكاليات اللي واجهتني يعني إنه يعني حتى أنا عندي يعني شقيقتي يعني ما قدرت إنها تيجي تزورني لأن هي متأثرة بالوضع اللي يعني فيه، ما قدرت تتحمل. الشيء الثاني حقيقة أنا يعني فقدت يعني إحدى زوجاتي، يعني متزوج 3 زوجات، في واحدة منهم يعني طلبت الطلاق. انفصلت منك بسبب نعم تواجدك في السجن؟ نعم نعم نعم، انفصلت بسبب تواجدي داخل السجن، وما قدرت إنها يعني تعايش الظروف اللي أنا فيها والأسرة الكريمة. ودي أنت تقبلتها كيف؟ والله يا أخي في النهاية في البدء كنت رافض يعني، لكن في النهاية يعني قعدت بيني وبين نفسي واتخذت القرار إنه ما دام جات منها هي فلا بد إنه يعني خلاص، يعني ما في حاجة، لأنه الواحد يعني زي ما بقول داخل أسوار السجن ما بقدر يعمل أي شيء، وكان القرار إنه الانفصال. بتدفع في تمن أطماع، في تمن متابعتك يعني إن صعيت للشيطان، بتدفع في أثمان كثيرة جدا وإنت داخل أكيد أكيد أكيد. الآن والله حقيقة الواحد ندمان يعني أشد، حرمت الأطفال من طلتك عليهم، يعني الواحد فقد يعني زوجته، واحتمال إنه بسبب الطلاق الذي حدث إنه يبقى الأولاد يعني يكون في تشرد، ما يكون في متابعة، خصوصا هون في سن مبكر يعني في سن المراهقة، محتاجين لوجود الأب بيناتهم. أكيد دي مرحلة حساسة دائما أبدا، إنه الأب لابد يكون موجود ما بين أطفاله حتى إنه يقدروا يعني يسيروا للطريق الصحيح. عين في أمثالك لسه كتار برا؟ نعم. ولسه هم يعني الشيطان بيتلعب بهم من وقت لآخر يعني. رسائلك ليهم شنو؟ الناس اللي لسه سواء كان بيمارسوا في نفس الممارسات او في جرائم اخرى او لسه هم في قبضة الشيطان في كثير من التفاصيل المختلفة. والله يا اخي رسالتي اول حاجة يعني الانسان اول حاجة لابد انه يعني يرضى بقدر الله ويرضى بما قسمه له الله، مهما كان يعني انت سعيت يعني ما حتقدر تشيل أكثر من شيء الكتب لك سبحان الله سبحانه وتعالى. فدائما أبدا يعني الآن الناس حاليا أنا يعني دي شيء اللي عايشته داخل حاجة السجن، يعني الناس جرت ورا الشيطان بدون ما إنه يحاسب نفسه. يعني الواحد لو هو امتثل أمر الله سبحانه وتعالى مهما كان من إغراءات ومهما كانت الظروف، وفي النهاية لابد إنه يعني امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى حتى إنه ما يدخل السجن ويفقد أسرته ويفقد أولاده. وبالأخص أنا رسالتي لأي زول بعمل في مجال المال أو في مجال الشيكات إنه لابد إنه يكون دقيق في كل المعاملات المالية حتى إنه لا يحبس
في السجن يبقى لحين السداد. عين يعني دي رسائل انت وجهتها للناس البرا صراحة يعني, وخلينا نكون واقعيين اكتر, انت اقتنعتها بالكلام اللي انت هسه بتقوله فيه؟ انت مقتنع به تماما؟ اكيد اكيد. انه شكلك حيتغير بعد انك تطلع من اسوار مدينة الهدى؟ بالتأكيد. يعني الواحد يعني ده دروس يعني الواحد ما بنساها, وانا مقتنع بالشيء اللي حصل ومقتنع بانه الشيء اللي قدمه لنا ان شاء الله يعني زي ما بقول دي توبه لله سبحانه وتعالى عشان تبدا من جديد, ابدا حياه جديده ان شاء الله. مشاهدينا كانت هذه واحده من الافادات, واحده من الرسائل من داخل سجن الهدى للناس اللي لسه برا وهم في قبضه الشيطان ويمارسون في هذه الجرائم المختلفه بوازع من الشيطان. نتمنى أن هذه الرسائل من داخل هذه المؤسسة الإصلاحية مدينة الهدى بأم درمان تصل للمجموعة اللي لسه مسيطرة عليهم الشيطان, وبالتأكيد سيكونوا ضحاياه ويكون المصير هنا داخل سجن الهدى بأم درمان. تحية لكم, دمتم في أمان الله, إلى اللقاء.